الدراري صباح الخير. اليوم غادي نمشي نوريكم واحد بلاصة واعرة بزاف، هي من الست ميرافيلي ديال العالم، يعني من السبعة الحوايج اللي معتبرينهم واعرين في العالم ديال اليوم. مريح قهوة ها؟ أنا وصلت دابا للدخلة ديال تاج محل. قبل ما نبداو هاد الرحلة للداخل بغيت نقول لكم أصلا الصعوبة صرتها بزاف هنا في الهند وفي هاد المدينة بالخص حتى باش ندخل هنايا. خمسة الخطرات وانا كيحيدوا لي المحفظة، خطرة صابوا فيا كتاب قال لي خرج تحط الكتاب، خرجت حطيت الكتاب، قالوا لي دخلت عاوتاني داروا لي الكونترول قالوا لي خرج حط ستيك هذيك باش كندير السيلفي طويلة، حيدوا لي حتى هي خصني ندير هاد الفيديو كله غير بايدي هكا كيف ما كتشوفوا انا دابا هنا في الدخلة. المهم معليش من غير شويه الكلاخ ديال الدوله غادي دابا ندويو على حاجه زوينه بزاف، واحده من السبعات الحوايج زوينين في العالم هو التاج محل، يعني المقبر ديال الاميره. كان واحد المراجع كيبغيها بزاف وفاش ماتت حيت ولدات ال14 في ولادو، فاش ماتت حس بداك الموت بزاف وبنى هاد التاج محل. هي كانت سميتها محل وهذه كتعني تاج ديال محل، يعني المقبره ديالها عطاها هاد السميه. هذاك اللي كيبان لكم ليه هو تاج محل، كيف قلت لكم هذه مقبره ديال الثانيه في العيالات ديال مراجع الهند، كيبقاو يشوفوا فيا ما عرفتش اش كيبان لهم فيا. المهم كنت كنقول لكم المراجع فاش ماتت المرض الثانيه ديالو فاش كانت كتولد 14 في ولادو حس واحد الاحساس خايب بزاف، هي ما بقاش بغى يحكم هو في المدينه وفي الدوله ديالو، غبر عام سد عليه في القصر، وفاش خرج من القصر شعره واللحيه ديالو كانوا بيضين. من بعد عام هي فاش اختار غادي يدير هاد لا كونستركسيون وعيط على احسن انجينيورات واحسن كونستركتور ديال ديك الوقت باش يبنيو هاد البلاصه هادي. تبنات في 1631 ودار 22 عام باش يبنيوها كلها. دابا حنا غندخلوا لداخل باش نشوفوا القبر ديال المراه ديال المراجع، ولكن قبل ما ندخل بغيت نقول لكم بان باش يديروا هاد لا كونستركسيون استعملوا اكثر من 1000 فيل بقره وثور واكثر من 1000 من البشر اللي بنى هاد البلاصه هادي. المراجع فاش سالوا لا كونستركسيون قطع الايدين وعمى من عينيهم كاع هادوك اللي خدموا فيه باش حتى واحد ما يقدر يقلد هاد لا كونستركسيون في شي بلاصه اخرى، وكاع هادوك اللي خدموا فيه ما يقدروش يخدموا في بلاصه اخرى باش يديروا نفس لا كونستركسيون. وزر المعلم كيف قلت لكم التاج محل تبنى في 1631 ومبني في الجنب الواد يامونا. القصه كتقول بان المراجع جانشان كان باغي يبني تاج محل اخر باللول الكحل في المود ديالو، يعني هذه المقبره ديال مرتو، ومن الجهه الاخرى ديال الواد كان باغي يبني مقبره ديالو باللول الكحل ويلاقيهم بطريق ذهبيه من فوق الواد، يعني باش الحياه ديالهم تلاقت من بعد الموت. هاد الفكرة جاتني ولكن غريبة حيت هو المراجع جانشان كان اسلامي، هادشي اللي جاتني غريبة. Thank you.
داك هو الكبر الكبير هو ديال الملك ديال المراجع شانجان والكبر ديال مارت المراجع هي في الاول هي اللي دفنت الدراري. انا خرجت دابايا كيف الداخل كانت ممنوع التصوير ولكن شديت لكم على المقبره ديالهم كنت باغي نقول لكم يعني كاين المراجع ومرت المراجع مدفونين تماك الداخل. مرت المراجع هي اللي دفنت الاولى ودفن المراجع ودار هاد الكونستروكسيون كلها على قبلها ومن بعد الموت ديالها ولده ما حققش الحلم ديال بوها يعني ما دارش كونستروكسيون اخرى من الجهه الاخرى ديال الواد كحله ولا قاهم بطريقه ديال الذهب وما حققش هذا الحلم ديال بوه ودفنوا المهم دفنوا مع مرته هنايا في هذه البلاصه نيت بين هذيك المقبره ما مقاداش يعني كاين المقبره ديال مرته صغيره وسطانيه وهو بين فحال عازيدينه في الجم. Chiara, è tutto vero quello che ho detto? Dai! Ma rimane il caffè. Devi حاجه مهمه تعرفوها على تاج محل هو بين المرجع يعني الامير كان قال الانجينيرات ولا اللي دار الكونستروكسيون يديرها خارجه على اليمين وعلى اليسار يعني واخا في التصاور كتبان بحال طالعه بيربنديكولير مع الارض هي ماشي هكاك يعني خارجه على اليمين وعلى اليسار حيت هو كان مخلوع بزاف لان يكون شي زنزال ولا المهم طيح هاد لا كونستروكسيون وتريب على القبر ديال مرته. ها هو واحد كيشبه الناير راه بينا هو كيصور حتى هو دلات الرحله هنا في الطاج محل واحده ديال سبعه المرفاي ديال العالم زوين 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 بزاف الصراحه كونستروكسيون واعره كتشبه بزاف الجامع ديال الحسن الثاني اللي عندنا في الدار البيضاء يعني في الستيل وفي داك المعرض باش مطلعينها واخا بدات النار بدا شويه معكس مع العسكر ديال هنا دخلونا خرجونا خمسه د الخطرات على كتوبه كان عندي في الصاك ديالي كتوبه قال لك لا الكتاب ما تدخلوش ما تدخلش الستيك يعني هذوك باش كنت كندير الفيديوهات ما دير شوك ما دير شوك المهم طلعت واخا هكاك النهار داز زوين البلاصه زوينه بزاف وضروري اللي جا للهند ما يشوف طاج محل يعني قصه زوينه كونستروكسيون زوينه وقصه ديال الحب كبيره بزاف. خوتي اللي عجبو الفيديو يخلي لايك يدير سبسكرايب على لاباج ويبارطاجي من الهند سالينا